يا رجال روح نصيح. انا بقى هو والله لا لا روح لي ان شاء الله خليه مدة كام؟ انا لاحظت نصف جمال قهوتهم هذا مزاج ونص تكييفته في القهوة. نعم نعم. مزاجه وتركيب نعم كيف يسويها نعم. وكيف يحطها ويحمصها وش ترى لو تجيب له الكوب نفس كوبه اللي هو سواه تجي تعطيه كذا يشربها يمكن ما يروق كثر ما انه يسويها هو. شوف انا احب الشغلة اذا انا احبها يعني مثلا انت استمتع وانت تسويها بس لو انكم غصوب عليها تسوي الشغلة بس مش حالك بس هو يحب الشغلة صح حتى عليه يسوي الكهوة هو مستمتع هو يسوي الكهوة مستمتع وشرب الكهوة يشربها ومستمتع مثلا عند الخيل لو يروح وقتك وتقضي وقتك عند الخيل مبسوط ومت مبسوط وتقعد ساعة ساعتين ثلاث ساعات والله اني صادق مبسوط انبسط تحب الشغلة انا اقرا اقعد ساعة ساعتين اقرا مبسوط والله الله يسعدك يا اخي انت قربك سعاده صراحه انت تسولف حتى اضحك لو الموضوع والله والله لا صدقت حتى والله. انا اذا جيت عند الخيل اذا ما جيت عند الخيل احس في شيء ناقص اليوم ما سويته هم كذا اذا ما تقهوى اليوم يحس في شيء ناقص عليك هو مستمتع هنا المتعه بعضهم ما يستمتع اللي يسافر هرمون السعاده يرتفع عندنا انت وش الشيء اللي اذا ما سويته في يومك تحس انه يومي كله يعني ما ادري يومي كله شيء لا نوم هو كل اشكالك نوم لك نوم لك يا نوم يا نومان نوم لك نوم لك عرق عرق يا رجل انزلي عرق انزلي انزلي لا لا الصحيح اللي انا يمكن انا احب الصحيح ابي اسافر السفر 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 يسعدني الطلعه ايه الطلعه الجلسة الحلوة والعطور أشوفك تفهم فيها بشكل خطير العطور شيء ثاني سألت معك مرة عن العطور وجبت لي معلومات ما يعرفها إلا واحد العطور أستمتع فيها جدا واضح العطور والله العظيم أي والله سبحان الله عشق عشق لا ينتهي العطور وأدهان العود هذا عشق لا ينتهي بس أنا أحس ما عندك سالفة في بعض الأشياء لا لا عطور ما عنده سالفة في كل حب 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 أنا بي العطور هو رجال يثور على طول هو الوحيد اللي إذا زعل أضحك ما ادري لي الحمد لله جيب له موضوع وخليه يتناقش العطور اقدرها اقدرها اي واحب الجلسات الجلسه المثريه مثل جلساتي انا طبعا لا الجلسه المثريه انا مش مثري يعني؟ لا لا مثري جلسه كيف رايك؟ ترى يسقط علينا يقول جلسه المثريه يعني اعطونا شيء يثري ولا ترى جلساتكم لا جلسه المثريه واستمتع فيها لو اقعد 10 ساعات والله ما عندك ساعة أما جلسة رائعة أنا أعتقد الجلسة اللي تستمتع فيها أبو مساعد عمر هم جمهورك يقول أنت بايخ جمهورك يقول أنت أنت غبي جمهورك يقول أنا قد مع دقيقة راح أسفع قول أجل روح بس لا والله عز الله جلسة مع أبو مايد لا والله جد لا تلطم بيد وتمزح بيد والله العظيم الحركات هذه أنا ما أحبها قال لك لا صدق هذه بقول لك كذا أنا صح أسويها دائما استخدام تبقيس تبقيس بسيط لكن ما هو مثل بقصير لا والله ابو مايت لا والله لا عز الله لا استمتع معه حتى خص في الكفر شر لو ما نبي استمتع معه ما جاء في راسي جنب راسه يا سلام اي والله انا اعتقد انك تحب الجلسه بعد اللي تتصدر فيها من هو؟ تاخذ يعني انت عندك علم ما شاء الله لا ومعارف ابدا ابدا واذا أبداً طرحت لا. علمك هذا ومعرفتك ابدا انا قاعد عاشق خسرك لحظه اذا سئلت أبو مساعد أجبت ولا أكثر وقتي الإنصات ترى قاعدين هنا في الدور الله أكبر خبرك يعني الإنصات والاستماع رمضان كريم أنت بالريال هذا والله قهوة بس قهوة ليها بس ليه أنت درق هذا ليش خلص شغله وجا ليش ياخذ والله لو دقت خليها يخليك يخليك 24 ساعة مصاص والله والله هذا النوم اللي أنت خابره إيه ليه ما ذوق خاله تبي تنام؟ لا إيه تبي تنام؟ بعد الفجر نوم تو الساعة بعد الفجر بنام بعد الفجر أنا الرجال هذا أعرف شو جوه تعرف شو جوه تقعد تمرر له مثلا عن موضوع معين وهو يشوت يروح يا سلام يروح ترى موسوعه أبو مساعد لكن موسوعه في شخص لم يحسن استخدامها ما هي الفروسية عند العرب أبو مساعد شفت الحين بيعطيك من بقول يعطيك الفروسية شنو الفروسية عند العرب؟ أفرس ومبسطان صح؟ بعد أشرب القهوة لا ما عندي إجابة الفروسية أنا بجاوب بذلك لا والله أساعدك تفضل ها؟ مكبورة تفضل مكبورة إيه
الفروسيه مش ان اركب الخيل، الفروسيه الفراسه العقل. مثل واحد نساله يقول له عرف النادي، تعرف النادي؟ كنا عارف النادي قوة، قال هو العقل وتحريك اليدين كذا. النادي خبري، النادي حق النادي، النادي الصحي صحي التمرين، عضلات، جم قبل هذا نادي زين.